Stand with trembling look towards the east, let us attend. And
لمغفرة الخطايا فاصنعوه لله.
مجددا مقدسا له. هذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا بالقلب الواحد
أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجو ونطلب اسمك القدوس، لأن عين الكل تطلبك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك أماطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ لبنا فرحا ونعيما لكي إذ ما يكمل لنا الكفاية في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. Sacrifices and those who have brought them. Lord, have mercy. And peace, O Lord, the command of your only begotten Son, that we share in the commemoration of you. وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي ضعي علينا. القارئ فليقول أثناء بين بطريق القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفسنا أجمعين في فردوس النعيم واغفر لنا خطايانا.
angels and all things, your great and holy name be glorified, blessed and exalted in everything. Honor and blessed with Jesus Christ, your beloved Son and the Holy Spirit. Peace be with you. Of your
اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها save the meal and with your spirit in the fear of God let us attend Lord have mercy Lord have mercy Lord have mercy Pray for the worthy partaking of the Immaculate and Heavenly Mother.